قربنا إلى الله مماتة في الجسد محية في الروح، الذي به انطلق وبشر الأرواح التي في السجن التي كفرت حينما لما انتظر أنات الله في أيام نوح. أدبنا تابوت الذي خلص فيه نفر قليل، أي اسم النفوس في المي الذي المرموز له به، أي المعموزية. المرض بها لا أزالت القدر عن الجسد، بل اختبر سبيل صالح الذي الله يخلصك الآن لقيامة يسوع المسيح الذي هو عن يمين الله منذ ابتلع الموت لكي نرسل وارثين الحياة الأبدية. أذكر سعى إلى السماء وأبصعت له الملائكة والصرافين والنبوات، فقال قد ألم المسيح في الجسد فصلح أن تبعث بهذا العظم عينا، فآل من أن تألم في الجسد يراح من الخطايا حتى لا يحيا باقي زمانه تعبي في الجسد وشهوات الناس، بل في مشي الله. بارك يا سيد السماوي.
لكنه قد انتقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لكم إنها تأتي ساعة وهي الآن حاضرة، يسمع فيها الأموات صوت ابن الله، والذين يسمعون يحيون، لأن كمان الأب له حياة في الذات، كذلك أعطى للابن أن تكون الحياة في الذات، وأعطاه سلطان أن يجري الحكم بما أنه